القمص صليب كوبيش، مسيرة حب ورحلة عطاء. طهرت أفلاس المسكونات بمراحمك، طهر أدناس نفوسنا. ولد ميشيل توفيق عوض كوبيش يوم 14 من فبراير عام 1939 بحي الصاغة بمدينة طنطا. نشأ في أسرة مسيحية تقية زرعت في داخله محبة الكنيسة والخدمة. تدرج تعليميا حتى الثانوية العامة بمدينة طنطا، ثم انتقل إلى مدينة الأسكندرية للدراسة بمعهد الدراسات الجمركية الذي أصبح فيما بعد تابعا لكلية التجارة بجامعة الأسكندرية. عمل بعد تخرجه بمصلحة الجمارك بالأسكندرية، ثم انتقل بعدها للعمل بجمرك القاهرة. نال بركة الخدمة قبل سيامته كاهنا بكنيسة السيدة العذراء مريم بالصاغة بطنطا، وكنيسة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل بطنطا، ثم أمينا للخدمة بكاتدرائية الشهيد العظيم ماري جرجس بأبي النجا بطنطا. وخلال فترة عمله الحكومي بالأسكندرية خدم مع نيافة الحبر الجليل الأنبا بيشوي، مطران دمياط وكفر الشيخ، ورئيس دير القديسة دميانة بالبراري، مثلث الرحمات الأنبا أغناطيوس أسقف السويس. تتلمذ روحيا خلال هذه الفترة على يد المتنيح القمص بيشوي كامل كاهن كنيسة ماري جرجس بسبورتينج بالأسكندرية. حصل على بكالوريوس العلوم اللاهوتية من الكلية الإكليريكية اللاهوتية بالقاهرة. نال بركة سر الزيجة المقدس في عام 1967، وكان الشماس الإكليريكي ميشيل توفيق كوبيش حريصا على زيارة مثلث الرحمات البابا كيريلوس السادس لنوال بركته والاسترشاد برأيه في مسيرة خدمته قبل سيامته كاهنا. دعي للخدمة كاهنا ونوال بركة سر الكهنوت، حيث تم سيامة الشماس الإكليريكي ميشيل توفيق كوبيش كاهنا على مذبح رئيس الملائكة الجليل ميخائيل بسبرباي بطنطا باسم القس صليب. كان ذلك يوم 18 من يوليو عام 1968 بيد المتنيح الأنبا إيساك، مطران الغربية والبحيرة وكفر الشيخ وقتئذ. أمضى فترة الخلوة المقدسة وهي 40 يوما بعد السيامة في القلاية الخاصة بالمتنيح مثلث الرحمات والطوبة الأنبا شنودة أسقف التعليم وقتئذ، والموجودة بمبنى الكلية الإكليريكية بالقاهرة. كان ذلك بناء على توجيه وإرشاد المتنيح قداسة البابا كيريلوس السادس الذي كان يكن له محبة كبيرة. بعد فترة جاء للخدمة بكنيسة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل بمنطقة الكفور القبلية بطنطا بناء على طلب شعب هذه المنطقة وبموافقة الأب المطران. نال بركة الإيغومانيسية يوم 15 من مايو عام 1975 بيد مثلث الرحمات الأنبا يؤنس أسقف الغربية. وبعد تشريف نيافة الحبر الجليل الأنبا بولا أسقفا لطنطا وتوابعها زادت الحركة التعميرية. وجاءنا نيافة الأنبا بولا فشجعنا أكثر فأكثر، عملنا كنيسة أبانوب وعملنا كنيسة أنبا موسى وجددنا كنيسة أبو سيفين وعملنا فرع تاني لجمعية الإيمان، والخدمة اتسعت بكل الطرق. وبعد أن كنا
اتنين من الآباء الكهنة، أصبحنا الآن 12 كاهن في منطقة الأحياء القبلية. أنا دخلت على المتنيح أبونا متى، كان كاهن لوحده، وأنا انضميت لي نمرة 2 دلوقتي. وأبونا متى تنيح بقاله دلوقتي 7 سنين، ودلوقتي إحنا 12 كاهن بنخدم في المنطقة. وبعد أن كانت المنطقة 700 بيت أصبحت 4000 بيت مسيحي. نعتز جدا بخدمتنا في هذه الكنيسة المباركة. القمص صليب كوبيش الخادم الروحي. يحرص القمص صليب كوبيش على خدمة ورعاية أبنائه روحيا كراع صالح يهتم بكل الرعية، فهو حريص على تقديم كل الخدمات الروحية لأبنائه كمدبر لهذه الكنيسة والمنطقة. الأعياد السيرية الكبرى هي الأعياد الخاصة بخلاص الإنسان، تبتدأ بعيد البشارة وعيد الميلاد وعيد الغطاس وعيد القيامة وعيد الصعود وعيد حلول روح القدس. أما الأعياد السيرية الصغرى هي الأعياد الثانية اللي أظهر منها في الرسالة الخلاصية. أعطى الله القمص صليب كوبيش صوتاً ملائكياً شجياً يتعزى كل من يستمع إليه. يقوم القمص صليب كوبيش بالتدريس في الكلية الإكليريكية اللاهوتية بطنطا. القمص صليب كوبيش الرجل المجتمعي. يتمتع القمص صليب كوبيش بعلاقات مجتمعية جيدة مع كل فئات المجتمع وقياداته ومسؤوليه.
هو يتمتع أيضا بعلاقات جيدة إنسانيا واجتماعيا مع الإخوة والشيوخ المسلمين، ما ساعده على حل الكثير من الأمور. ظهر ذلك جليا أثناء وبعد ثورة 25 من يناير. وعلى امتداد مسيرة وخدمة هذا الأب المبارك القمص صليب كوبيش، نجده يحظى بعلاقات محبة قوية ووثيقة مع آباء الكنيسة على امتداد مشوار خدمته الطويل. الكنيسة دي كنيسة جهاد وكنيسة بركة، ولها دور كبير جدا في خدمة الشعب القبطي بالمنطقة، بل كل الشعب الموجود في المنطقة في تلاحم حلو قوي وفي تعامل جميل بين كل المواطنين سواء مسيحيين أو مسلمين. يحفظ الرب حياة وخدمة القمص صليب كوبيش لمجد اسم الله القدوس بصلوات أبينا حضرة صاحب القداسة والغبطة البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وشريكه في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف المكرم الأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها، وإلى منتهى الأعوام.